أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بالعناوين. مديرية الأرصاد الجوية توضح بشأن التساقطات وتحذر مستعملي الطرق. وزارة بالموسى تشرع فعليا في توقيف الأساتذة المضربين عن العمل، من بينها رحلات للمغرب، إضراب يعطل 400 رحلة جوية في إسبانيا، وتحذيرات لنقل الجماهير المغربية إلى الكوت ديفوار بأعداد غفيرة لتشجيع أسود الأطلس. إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعد انتظار طويل عرفت مناطق مختلفة من البلاد من بينها مدينة زايو تساقطات مطرية من المنتظر أن تستمر طيلة اليوم الجمعة، وفي هذا الإطار توصي وزارة التجهيز بالحذر على الطرقات. مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية الحسين يعابد أفاد بأن التساقطات المطرية ستهم منطقة السايس، أفيف، الواجهة المتوسطية، مناطق الأطلس الكبير والمتوسط، فضلا عن نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة بالشمال الغربي للبلاد، شرق الساحل المتوسطي، هضاب الفوسفات أو الماس، الأطلس الكبير، وبعض المناطق الوسطى للبلاد. يعابد أوصى باتخاذ الحيطة والحذر على الطرقات، مشيرا إلى أن وزارة التجهيز نبهت كافة مستعملي الطرق والطرق السيارة لتوخي المزيد من الحيطة والحذر. إقليميا، شرعت العديد من المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية فعليا في إصدار قرارات توقيف ضد العديد من رجال ونساء التعليم الذين يواصلون خوض إضرابات هي الأطول في تاريخ القطاع، تجاوزت الأسبوع 11 على التوالي احتجاجا على النظام الأساسي الجديد. وفي العديد من المديريات توصل أساتذة بقرارات التوقيف المؤقت عن العمل، وقد وردنا أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالناظور باشرت هي أيضا إصدار قرارات زجرية في حق الأساتذة المضربين عن العمل. وذكرت مصادر للقناة أن قرار التوقيف شمل 6 أساتذة يشتغلون بمؤسسات تعليمية تابعة لإقليم الناظور، منهم أستاذين بسلوان وأستاذ بمدينة زايو وأزغنغان ثم قرية أركمان ورأس الماء. دوليا، ألغت شركة الطيران إيبيريا ما يقرب عن 400 رحلة جوية في إسبانيا بسبب إضراب موظفيها. ومن المقرر أن يبدأ الإضراب الذي دعت إليه النقابتان الرئيسيتان في البلاد اليوم الجمعة وينتهي في 8 من الشهر الجاري، ويشمل جميع الخدمات الأرضية وخاصة لدى مناولي الأمتعة. إيبيريا قالت في بيان نشر بعد الاجتماع الأخير مع النقابات مساء الأربعاء انتهى دون الوصول إلى اتفاق على أن هذا التحرك المطلبي أدى إلى إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية بإسبانيا. ونختم بهذا الخبر الرياضي. ذكرت تقارير إعلامية أن فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سيترأس اجتماعا على أعلى مستوى لتوفير رحلات جوية للجماهير المغربية إلى الكوت ديفوار لمساندة أسودي الأطلس في كأس أفريقيا. المصادر ذاتها ذكرت أن جامعة الكرة والخطوط الملكية المغربية ستوفر رحلات نحو مدينة سان بيدرو التي ستحتضن مباريات الأسود في دور المجموعات بأثمنة مشجعة واستثنائية لتشجيع الأسود في منافسات كأس أمم أفريقيا 2014. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز. المرجو التفضل بالبقاء معنا عبر باقي منصاتنا الإخبارية الأخرى. ألقاكم غدا في أمان الله.